لي برضو عن الساحر التركي او المريض التركي اللي جالنا عنده تسمم وحضرتك انقذته، وكان بعض الصحف الاجنبيه كانت في هذه القضيه ان مصر لسه فيها طب، يعني ازاي بقى قدرت تعمل اللي ما حدش عمله بره؟ اولا يعني مش مصر لسه فيها طب، مصر ام الطب. اولا مصر فيها اساتذه افاضل وعلى مستوى عالي جدا من المهاره الطبيه، وهذا شيء لا يمكن التقليل من شأنه، وهذا شيء معروف. طب ده معناه يا دكتور بقى ان كل الوزراء والمسؤولين لما يبقوا محتاجين يعملوا عمليه ملهاش مبالاه انهم يسافروا بره؟ يعني انا دلوقتي معظم الناس لما بيجي لهم اي يعني عمليه حتى بسيطه بيسافروا بره، فبقى كلامك ده بقى المفروض بما ان احنا يعني عندنا كل حاجه كويسه يبقى احنا بقى بلدنا اولى بينا، مش كده؟ انا ما قلتش عندنا كل حاجه كويسه. انت بتقول ام الطب، بقول لك في لسه في الطب، قلت لي احنا ام الطب. انا طبعا ام الطب، الاطباء احنا عندنا اطباء مهره جدا واساتذه على مستوى عالي جدا من المهاره، لكن عشان تقدم خدمه كويسه بلا كذا عامل. اولا الطبيب والتمريض، احنا متاكدين من مهارته، التمريض، العماله، تمام. طب دكتور كلمني بس عن الساحر عشان الوقت، الساحر ده قول لي عملت له ايه؟ اولا بالنسبه للساحر هو راجل تركي من الساحر المشهورين هناك جدا، له شهره عالميه، والراجل دوت عنده في البيت عنده حديقه حيوان خاصة بيلمع فيها الحيوانات المريضة اللي بتموت، يحاول يعالجها، حاجة اجتماعية يعني. أيوه. وعنده أسود ونمور و تمام. يعني فالتعبان من التعبين دول كان هو الكوبرا، كان جايبه وهو منداس عليه بعربية بيرعاه وبعدين مات أو أعتقد إنه مات. فجي بيشيله، كانش لسه كان لسه عايش، فراح قرصه ومات. واخد بالك؟ ده تعبان الكوبرا. نعم. طبعا ابتدى يجي له نوع من انواع الضعف في العضلات وشبه الشلل. وحاولوا يدوروا على المصل فما لقوش المصل موجود، فنصحوا انهم يتجهوا الى مصر، وساعتها حاولوا يتصلوا بيا، واتصل بيا فعلا احد الناس وطلب. يعني انا افهم كده كونه يبقى عنده يعني حاله تسمم شديده في تركيا ويتم نصحتهم ان هم يلجاوا الى القاهره، ده معناه ان احنا عندنا برضو تفوق بميزه كبيره في علاج السموم. ده اكيد يعني. انت عندك حاجه ثانيه كمان. ان المطل دوت احنا مش بنستورده، احنا بنصنعه جوه مصر. بتصنعه. هذا دواء مصري خالص 100%. تمام. التعبان بتاع الكوبرا اللي هو خده ده. المهم اتصلوا. طب بنصنعه، طب ليه بقى ما احنا بنصنعه؟ هل عندها تصدير بنصدره بما ان العالم كله محتاجه ودول كثيره ما عندهاش؟ فده بنصنعه. النقطة المفروض بقى وزارة الصحة تتجه إليها تصدرها. ما دام يعني دول تانية كتير ما عندهاش واحنا بنصنع الحمد لله حاجة يعني كويسة كده نصدرها. طب هما الراجل جالك بقى يا دكتور الحمد لله دلوقتي بقى كويس؟ الراجل لما جه أنا حولته على مركز السموم في القصر العيني الفرنساوي، وخدته وعالجناه والحمد لله. جه وصل يوم الاثنين الساعة 4 بعد الظهر، يوم الخميس كان تقريبا 80% شبه طبيعي وعدينا مرحله الخطوره. يوم السبت تم خروجه، ومن يوم السبت لغايه دلوقتي هو عمال بيروح الهرم ويروح المتاحف عمال هايص. طيب يعني الحمد لله، انا بشكرك جدا، واتمنى برضو ان احنا الاعلام يركز على ده والسوشيال ميديا، وان احنا نستغل مثل هذه الاحداث السعيده ان احنا قدرنا نعمل اللي التراكم ما قدروش يعملوه.